وخمسون دينار. 160 دينار. 160 دينار. 200 دينار. 200 دينار. إنني خائفة يا عماه. لا تخاف يا هند، لقد بعت تلك الجارية القبيحة ب200 دينار، وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا اللهو الفارغ، لقد حان دورك، عودي إلى مكانك. هيا هيا. ابنة أخي أيها النخاس، جميلة فارعة بيضاء هيفاء جعداء رغداء. هيا لنضرب 20 دينار. كيف المصاعب؟ نضرب 20 دينار. وده ايه؟ وده سوق الجمعة؟ دخلته بضاعة إسلامي ولا إيه؟ ده الفيلم. بس أنا حضرت تصوير الفيلم في الـ في الـ في الـ في الجبل مع ال. اقترب اقترب صناعة الشام. اقترب صناعة الشام. مع السلامة عليكم. أنت صباحا يا هند. مع السلامة. الله يعليك، نهارك أبيض إن شاء الله. ها ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ها؟ جلبابا تريد أم سروالا أم ماذا؟ لا أنا عايز يعني حتة جلابية كده، جلابية كده أداري بيها عوراتي يعني. عندي لك ما تطلب. أيوة. ما رأيك في هذا؟ ما رأيك في هذا؟ هذا. أنت إيه بتبيعه بالجلابية اللي لابسها؟ يعني أنا هاخد الراجل بالجلابية؟ كلا كلا، أبيع هذا الجلباب فقط، أما هذا فملكي، أعرض عليه بضاعتي. أيوة، من كان. مانيكان ده اسمه مانيكان، عن ده اسمه مانيكان. ده انت مختار نفس الشخصيه، يخرب بيتك. بس هكمل معاك، ده مانيكان ده. واضح انه لا يعجبك. ما رايك في هذا؟ هذا جميل، هذا جميل. وهو ايضا صناعه الشام. صناعه فاخره. اين انت؟ صناعه فاخره. بدور على الكاميرا. بس انت حافظ حلو قوي. صناعه فاخره تليق بفتى يافع مثلك. بكم هذه الستارة؟ سأبيعك إياها بعشرة دنانير فقط. نعم، عشرة درنين ليه؟ ده موجود في أي حتة باتنين ونص. انزل على السوق الموسكي أو شارع الشوارب هتلاقيه مرن على العربيات هناك. وغير كده بقى اسقط على مول طلعت حرب، هتلاقي الدنيا هناك دولك بنكسر الاسعار تكسيره. ريحك، من هذا طلعت حرب؟ يا دي خرب بيتك، ده انت بتمثل جامد قوي. بس انا هشتغل معاك برضه. هي فين الكاميرات؟ من؟ مصعب. برافو عليك والله، برافو عليك قوي. واضح انها فعلها ابا الحكم مره اخرى، وافتتح متجرا ليبيع فيه بسعر منافس. ولكن هيهات هيهات. اسمع يا هذا. أيوه. سوف ابيعك اياها بخمسه دنانير فقط. حلو قوي حلو، ماشي، انني اوافق. ليس هذا فقط، بل عليه عمامه ايضا، هديه مني له. حفظتك الالهه. حفظتك محافظه الهديه. ده انت كده بتشتري الزبون. قل لي بالله علي. أيوه. من اين تلك الملابس؟ ما دي الشنسات اللي انا بقول لك عليها. ده من عندي مول طلعت حرب. انه جيد جدا. بقولك. وتلك القلاده من طلعت حرب ايضا. دي بقى من واد اسمه سعيد قطعوضه. سعيد قطعوضه ده بقى خد من عنده بقى ايه احلى سلاسل واحلى هدايا. سعيد قطعوا له. من قطع له؟ اريد ان البس. انتظر. انت يا عم بالراحه يا عم. عادي، ما هو عبدي عبدي. ما تندمكش ابو كده، ما ممكن ربنا يكرمه وياخد دور كبير وانت تبقى كومبيرس ووقف نفس الوقفه دي. النجوم بتتغير، خلي بالك. انه اسود وانا ابيض. يا عم مش بالسواد ولا بالبتاع ولا. ما ممكن يجي واحد فوشيا يجي يروح مطيرك ويركب مكانك وخلاص وركب النجوميه. خليكم متواضعين مع الناس ومع الكمبيرس بالذات. هتظبطني الدي ولا امشي بقى بوشك ده؟ بكل تاكيد بكل تاكيد. تفضل تفضل. واد يا عم الدرانيد اهي معايا، بس اقيس الاول. مش يمكن تطلع ميكس مارش ولا حاجه ولا اميديان؟ في الخلف. ما اقترب يا سيد، اقترب. صناعه الشام. ايوه هنعمل بقى دي كده. ايوه انزل. ايوه اتفقنا. بس وشك حلو قوي يا ابو المصحف، انت تعرف والله ربنا هيكرمك. والكلب ده هيبقى عندك بعد كده، ده هيبقى البيس بتاعك.
المصحف خلي بالك انت بس اهتم بوشك. وشك هو نعم تحس انه جاي من بعيد بس حلو. اقول المصحف ده ما تخافش كروز. كده انا بقيت منهم. رب نفسي القط الكاميرا. فين المخرج بقى؟ المخرج فين؟ فين المخرج بقى؟ عايز اقول بقى فين بقى؟ بقيت في وسط الله. حلو قوي. الرحمة الرحمة الرحمة. السيف المطار، السيف المسنون، والسيف المسموم. ده الساحر يا رجال. يا رجال. السلام عليكم. انت صباحا يا فتى. معلش انا عارف ان انت بتصور بس حقطع الوهله اللي هي بتجيلك دي. عايز اسال فين مهروس؟ مهروس اين مهروس؟ تقصد هريس ابن ابي المهروس؟ ايوه. اين فين هو؟ لقد مر من هنا منذ قليل. أيوة. وقال انه ذاهب لسوق الجواري. واين سوق المجاري هذا؟ مجاري؟ ايوه. تقصد سوق الجواري؟ ايوه. اين لك بقى؟ تريدني ان ادلك هكذا بلا مقابل؟ يا عم هظبطك يا عم. ده بص مفيش اكتر من الدرينين. احسن تقول ان احنا ده نلمب ابو الجدعانه يا عمنا. بس انت لو طردتنا على المخرج هتبقى جدعانه قوي. مخرج؟ ايوه. خد امسك اهو. ويا اتنين ده واتنين نصين درهم. ايوه درهم. اترى ذلك الجبل؟ نعم. لا هناك. اجل ان سوق الجواري. ايوه. خلف هذا الجبل تماما. ايوه خلف هذا الجبل تماما. نعم. ماذا تصنع؟ انني صانع سيوف ولن ادعك تمر من امامي قبل ان تشتري من بضاعتي وصناعتي. خرب بيتك ده انت جسمك حلو قوي وبتمثل حلو قوي. فين اين الكاميرات؟ ما هي الكاميرات؟ يا جدع بلاش تسيح بقى. الله ما نهارش بقى. بماذا بكم بما بما هذا؟ انه سيف مسموم. ايوه. وما هذا؟ انه سيف غير مسموم. وهذا طويل؟ هذه الطويله حربه. ايوه. لكي تقتل بها العدو عن بعد. ما عندكش كذلك؟ كذلك كذلك بتاعت التشفيه كده او حتى قرن كده. انا بعز القرن قوي. لكنتك غريبه يا فتى. بكم هذه السنجة؟ إنه سيف. أيوة بكم هذا السيف؟ من أجل لكنتك الغريبة. أيوة بعشرين دينار. ليه يا عم؟ ليه؟ ما بكل حتة بيبقى بسبعة درانير. انصر وراء الجبل هناك الصبيان قاعدة وفرشين وكل حاجة بقى اللي انت عايزه بقى. كذلك وسفوريا من اللي هي الصغيرة دي. عارفها السفوريا؟ وحاجات الغاز كده بيدوها كده. لازم انت تتهاود عشان قدر تجر رجل زبون. فعلها خزاعة وضرب الأسعار في السوق. واللات والعزة يا خزاعة. لن أدعك تمر مرور الكرام بفعلتك هذه. يا ويلك مني يا خزاعة. أمين ولا إيه يا عم الحاج؟ خذ. أمين هو لك. امزاش يا عم الحاج. ولكن أعلم أنك قد خدعتني. أيوة. فقد دللتك على ما تريد. ولم تعطيني دينار. انا الليمبي صيعن. انا الليمبي صيعن. ده كده 2 5 كده يبقى 7 تنانير. حسنا السلام عليكم. امتى مساء يا ايها الليمبي؟ يا ابن الجنيه ده انت بص هيساعدوك في الدور الجاي. هتبقى هيدوك دور جامد قوي من مصر. بس انت بكلم المخرج عليا. ها هي السنجه. السيوف السيف البطار. السيف البطار. يا فين الكاميرات دي؟ هذا الكاميرات فين؟ امشي في الحته دي ولا انا اخد انا الزاويه؟ اهلا. احنا نهارنا فل باين. بقولك يا قطه النبي، ما تعرفيش فين الديكور بتاع سوق الجواري؟ تسال عن سوق الجواري وصاحبات الرايات الحمر موجودات؟ رايات حمر؟ انت بتاعت حمام؟ انا كليبه
ايكو دي بدي مفرد كلب دي ولا ايه؟ اجمل نساء قريش. ايه ده انت ايه ده انت بص ده انت عايشة الشخصية مفيش بعد كده. بس انا عايز اعرف انتوا شغالين ليل ونهار كده؟ مفيش ستوب مفيش بريك والحسنة رايحة جاية والعبيد عمالين يتضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم. ده عباس العقاد ده ها عباس العقاد ده الشغل العظيم التقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا افهم ما تقول. ما هذه اللغوة؟ تعال هيا بنا ساروي لك حكاية في الداخل. في الداخل تعال بنت ليه حافظة الدور؟ الديكور ده الديكور ده حلو قوي. اقترب. مين اللي عامل الديكور ده؟ اجلس هنا. شوف بس الحياه هيبقى جاي دلوقتي. بس بصراحه بقى انت عارف اللي عجبني في الموضوع ده كله والتخطيط ده المهندس الديكور. مهندس الديكور فظيع. ما رايك؟ هذه خيمتي. ايوه يا زمن الفن الجميل. هذه ليلتي أم كلثوم. هذه خيمتي وحزن حلو لي هو ده. أعني أن هذه الخيمة هي لإسعاد الرجال وإمتاعهم. زاد فن لا تقلق بمبلغ زهيد. زاد فن إنها للرجال الأقوياء. الأقوياء مثلك من سادة قريش. يعني أنا شايف إنه كل ما قابل حد يقول قريش فهي ليه مكررة في السيرانيور كتير يعني الأستاذ عباس العقاد ليه مصر على كلمة قريش؟ يبدو أنك غريب ومن قبيلة غريبة وتقول كلاما عجيبا، لكن نحن في قريش. لو نبي قريش المفتاح يبقى المفتاح والباب اللي هو رصاص. يبقى ده بجد بقى يبقى انت قريش بجد. قريش بجد يعني دلوقتي احنا قاعدين كده ممكن ابو لهب يخش علينا؟ ربما جائز. بالنبي قريش يا نهار اسود وليل كموج البحر ارخى سدوله. يا عم اقعد لنا بقى في حته بقى هتقعد ارخى بالورولو. وده شاعر بجد ولا ايه؟ هذا شاعر قريش. شاعر قريش برضك. اتفضل قول يا زميل. علي بانواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمط بصلبه ايوه واردف اعجازا وناء بكلكلي. الا ايها الليل الطويل الا انجلي. حلاوتك هو ده بقى بصبح وما الإصباح إلا بأمثلي. أحسن بخن شعر جميل. بخن جميل هنا. ودول اللي هناك دول كمان دول إنهم يقامرون. سآتي لك بالنبيذ المعصق. هنا لا شيء. خذ هنا لا شيء. خذ هنا لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتقامروا؟ طب بقول لك ايه وحياة ولدك؟ يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين احنا بدل من قبيله قريش. يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. يا
نحن فعلا في قريش؟ نعم. طب حياة أبوك، طب أنا أروح من هنا سوق الجوار إزاي؟ إنه بعيد وتحتاج إلى دابة مثل حماري الذي هو بالخارج. يا راجل، حمار اللي هو بالخارج وعملت تتصيد وتقول لي سيدة قريش، أنا سيدة قريش، في الآخر عندك حتة حمار موجود برا وسادة ومش سادة. طب أدوكوا إيه؟ لما تيجوا نلعب لعبة كده أعلمها لكم. تفضل. أيوة، امسك هذا السيف وهذيك نقودي، هذيك نقودي دي، ها؟ اسمها مولك. اسمها ايه؟ مولك. خلاص؟ والناحية التانية اسمها ايه؟ كتابة. كتابة. أيوة. يبقى دي ايه مولك؟ ها؟ مولك. دي ايه؟ مولك. ودي؟ كتابة. أيوة، أنا حطير فوق وغنيها وانت تعرف تقول لي إذا كانت ملك ولا كتابة. اتفقنا؟ أهو. طب أنت تقول إيه؟ ملك. إذن أنا كتابة. أنت تكسب وأنت تخسر، عشان أنت قلت ملك وهو خد كتابة. أنا أريد أن أكسب أنا أيضاً. عايز تكسب؟ طيب أنا هحط الدرارير كلها رهان، نلعب على رهان بقى. خلاص؟ وصاد الحمار بتاعك اللي بره. موافق. فاللي وافق انت؟ موافق. خلاص؟ موافق. هتديني الحمار؟ موافق. اللي بره ولا انت؟ موافق. موافق. خلاص ماشي. يلا يا عم، انت هتختار ايه؟ مولك. مولك، خلاص؟ وانا هختار الكتابة. خلاص؟ مولك وكتابة، وهو حاطط الحمار بتاعه بره عشان خاطر هو هيتراهن مقامرة. وانا اروح حاطط الفلوس كلها، هو يكسب او انا اكسب. ماشي؟ هو قال مالك. ماشي؟ اهو. ده والثعبان الطائر ده انت كنت ميزه ملك. يا وحي يا وحي. انها كتابه. لقد كسبت الحمار. هيا اركب عليه الحمار. مسد. ماذا تفعل يا رجل؟ إنه ليس حماري، حماري بالخارج. يا راجل، يا ده مش الحمار وقاعد معنا؟ وانا عمال برضك اقول في حمار بيتكلم، مش واخد بالي. اعطيني سيفي؟ هذا السيف ايوه الحمار. هيا. ايوه. اتبعني. انا هو؟ هذا هو حماري. ايوه. فين هو ده؟ عامل كم كيلو ده؟ ماشي كتير ولا ايه؟ تفضل، تصحبك السلامة. تصحبك اللعنة. هيا. بخن. هنا. لا شيء. ودول هناك دول كمان دول. إنهم يقامرون. سآتي لك. لا شيء. بالنبيذ المعصق. هنا. لا شيء. لا شيء. خذ. هنا. لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتقامروا؟ طب بقول لك ايه، وحياة ولدك، يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين، احنا بدري من قبيلة قريش، يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم، نحن في قريش. لو النبي، نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. نحن فعلا في قريش؟ نعم. طب حياة أبوك، طب أنا أروح من هنا سوق الجوار إزاي؟ إنه بعيد وتحتاج إلى دابة مثل حماري الذي هو بالخارج. يا راجل، حمار اللي هو بالخارج، وعملت تتصيد وتقول لي سيدة قريش، أنا سيدة قريش، في الآخر عندك حتة حمار موجود برا وسادة ومش سادة. طب أدوكوا إيه؟ لما تيجوا نلعب لعبة كده أعلمها لكم. تفضل. أيوة، امسك هذا السيف وهذيك نقودي، هذيك نقودي دي، ها؟ اسمها مولك. اسمها ايه؟ مولك. خلاص؟ والناحية التانية اسمها ايه؟ كتابة. كتابة. أيوة. يبقى دي ايه مولك؟ ها؟ مولك. دي ايه؟ مولك. ودي؟ كتابة. كتابة. أنا حطير فوق وغنيها وانت تعرف تقول لي إذا كانت ملك ولا كتابة.
اتفقنا؟ اهو طبعا. انت تقول ايه؟ ملك. اذا انا كتابة. انت هتكسب وانت تخسر عشان انت قلت الندو وهو خد كتابة. انا اريد ان اكسب. انا ايضا عايز تكسب؟ طيب انا هحط الدرارير كلها رهان. نلعب على رهان بقى خلاص؟ وصاد الحمار بتاعك اللي بره. موافق. فاللي وافق انت؟ موافق. خلاص؟ موافق. هتديني الحمار؟ موافق. اللي بره ولا انت؟ موافق. موافق خلاص ماشي. يلا عم انت هتختار ايه؟ ملك. ملك خلاص. وانا هختار الكتابة. خلاص ملك وكتابة. وهو حتى الحمار بتاعه بره عشان خاطر هو هيتراهن مكامرة وانا اروح حاطط الفلوس كلها. هو يكسب او انا اكسب ماشي؟ هو قال ملك ماشي؟ اهو. ده والثعبان الطائر ده انت كنت ميزة؟ ملك. يا وحي يا وحي. انها كتابة كتابة. لقد كسبت الحمار. هيا 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 اركب علي الحمار. ماذا تفعل يا رجل؟ انه ليس حماري. حماري بالخارج. للراجل يا ده مش الحمار وقعد معنا؟ وانا عمال برضك اقول في حمار بيتكلم مش واخد بالي. هاتني سيفي. هات السيف ايوه الحمار. هيا هيا. ايوه اتبعني. انا هو هذا هو حماري. ايوه فين هو ده؟ عامل كم كيلو ده؟ ماشي كتير ولا ايه؟ تفضل تصحبك السلامة. تصحبك اللعنة. هيا 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 هيا. الحمار الكافر من هنا من هنا كده كده كده. يا عم الحمار كده قلنا لمين لمين تاني. يلا لقد وصلنا الى ملمى البصل. ها هيا يلا. ها شمال بقى شمال بقى شمال من هنا كده شمال من هنا. انت حمار خش يلا شمال كده على طول يلا. ايوه السلام عليكم يا اخوان. مع السلام عليكم. ايه السلام عليكم. إليكم طرة مزاد اليوم. جارية بطة بطة تنعدر من سلالة عريقة. من سيفتح المزاد؟ 100 دينار. 100 دينار. 120 دينار. 120 دينار. 135 دينار. 135 دينار. 15 دينار. 15 دينار. أنا أقول 135 دينار وأنت تقول 15 دينار. أنت بتتكلم على ماذا تتحدثون؟ لماذا تبيعون؟ على هذه الجارية الجميلة. أيوة إذن 500 دينار. 500 دينار؟ حقا يا سيدي 500 دينار. و15. أيوة دي ست بان عليها بان عليها بنت ناس ومياهات فيه بان عليها بنت ناس ومش رشة ولا أي حاجة. إنها ترقص وتمرح وتطبل وتؤدي لك كل شيء. حمدا للآلهة أنا لا أصدق عيناي. 500 دينار في ابنة أخي. أصدق أنك راجل واطي قوي. لحد أنت دي بنت أخوك دي؟ أجل بنت أخي. أجل ومش مكسوف؟ من أي عائلة واطية حاضر أنت؟ إنني هريسة من بني مهروس. هريسة يخرب بيتك. ده أنت عريتنا في وسط الكفار. هل سيزيد أحدكم على 500 دينار؟ أنا بونا. إذن حلال لك. لا خلاص خلاص ما تعيطيش بقى. خلاص أنا مش أنا بص أنا هشتريكي وهسيبك تفرحي. خلاص ماشي. أنت اسمك إيه؟ هند. اسمك إيه؟ هند. طب بصي يا هنودة أنا روحي ذهبي فأنت فرحانة فأنت إيه؟ عطلانة فأنت إيه؟ حرة.
انت حرة. شكرا لك، لقد انقذت حياتي. امال ايه؟ انا مدينة لك بحياتي يا سيد. أذنبي يا سيد لمبي. ايوه. من اي قبيلة انت يا سيد لمبي؟ أيوة. لأحرر لك الصق. صخ؟ ايه صخ ده؟ الصق. هذا الرجل من بني الحارس، وهذا الرجل من بني النعمان، وهذا الرجل من بني المنذر، وأنت من بني سويف. أتقصد أنك لست من أي عشيرة؟ إذا أنت لست من السادة. يا عم سادة إيه وبحليب إيه؟ مش ناقصة وجع دماغ بقى. صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وخذوه مع العبيد. اوعى يا عم الحاج، اوعى اوعى، ده أنا خذلكوا هبل بتاعكوا ده. ده أنا الليمبي ملوش كسع خيار يا عم الحاج. طب لا إله إلا الله، الله أكبر يا كفار عليك. أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر. إيه الحال؟ صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وبيعوه مع العبيد. عبيد ايه يا عم انت؟ انا اوعى اوعى، ده انا الاب ايه؟ انا من مصر ومن الدنيا يا عم الحاج. يعني السيده زينب ولعنة كفار على نفسكم يابا. انا من السيده زينب يعني لعنة على مصر القديمه. لا 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 لا. صاهن ايها العبد. يا عم صاهن ايه؟ والمصحف الشريف يخش غزلكم هبل بتاعكم ده. اذا انت من اتباع الدين الجديد الذي لا هو بالشعر ولا بالسحر ولكنه كلام جميل. ويحك ويحك ايها العبد الذي يدعو الى الدين الجديد. ايه ده ابو لهب ده ولا ايه؟ ابو لهب؟ ايوه ابو لهب. اوعى يا عم، عرفتك يا عم الكفار، ويجب عليك ان تذم نفسك قبل ان اعمل معاك. ماذا تقول؟ بلا ماذا اقول، بلا ماذا بقول. الله، ايه يا عم الحاج انت ايه؟ هو سكتنا له دخل بحمار ولا ايه؟ مفيش بني ادم بيحبك ومكروه على وجه البسيطه كلها. ايوه، مالكش ارضيه عند البني ادمين، لا في الشيك ولا في الشيك.